يعتبر يوم الطبيب البحريني مناسبة تعكس حجم التقدير الكبير لجميع الأطباء والطاقم الصحي في البحرين، نظير ما يقومون به من مسؤولية إنسانية عالية وما يبذلونه من جهود مخلصة وتضحيات كبيرة من أجل صحة وسلامة المجتمع. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة نجاة أبو الفتح، مديرة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. بداية، الاحتفال بذكرى يوم الطبيب البحريني جاء نتيجة للتضحيات التي بذلها الأطباء من أجل المجتمع البحريني خلال الفترة الماضية، فهل تحدثينا أكثر بخصوص ذلك؟ في البداية أحب أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه بمناسبة يوم الطبيب البحريني. ونفخر بما تشهده مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالته من تقدم كبير وإنجازات كبيرة في المجال الصحي. كذلك نشيد بالدعم والاهتمام اللي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس الوزراء للقطاع الطبي، واعتماد يوم الطبيب البحريني في الرابع من شهر نوفمبر من كل عام يعكس دور القيادة في دعم الكفاءات والكوادر الطبية البحرينية. وفي هذه المناسبة أهنئ كل طبيب في مملكة البحرين، فالأطباء البحرينيين يمثلون ثروة حقيقية للوطن، نظير ما يقومون فيه من مسؤولية إنسانية من تضحيات كبيرة، وجميعهم يقومون بجهود كبيرة، وهذه الجهود تمثل الولاء والانتماء والتضحية للوطن، وهو طبعا ما يستحق من الجميع الفخر والاعتزاز بدورهم الوطني الكبير، خصوصا لكونهم قدموا عظيم التضحيات وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل مكافحة فيروس كورونا منذ اليوم الأول من تفشي الفيروس، حتى إن شاء الله بإذن الله نقضي على هذا الفيروس بإذن الله. وتخصيص يوم للطبيب البحريني هو دافع وحافز لنا كأطباء لبذل المزيد من العطاء في سبيل الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، ونأكد على مواصلة الالتزام بتوجيهات القيادة السديدة في أداء الدور والواجب الوطني للارتقاء بالقطاع الصحي بكل جد وكفاءة. وداعي في الختام داعية الله سبحانه وتعالى أن يحفظ القيادة الرشيدة لمواصلة مسيرة البناء والخير والعطاء في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه، وكل عام وجميع الأطباء إن شاء الله بخير والجميع بخير. نعم، الدكتورة نجاة أبو الفتح، مديرة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.